مزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمد الجالي. أستاذ محمد، بعد التحية، يعني في البداية، كيف تقرأ خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الحكومة الجديدة ترفع شعار التكامل بين الوزارات المختلفة؟ تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. بالفعل الحكومة منذ اليوم الأول عقد حلف اليمين، ونحن نتحدث هنا عن حكومة طوارئ، حكومة تتعامل مع كافة التحديات. هناك من كان يعني يسأل لماذا تم تأخير التشكيل، الإعلان عن التشكيل الوزاري، يعني عندما خرج إلى النور لقينا أنه تغييرا كاملا، يعني الإبقاء على بعض الوزراء الذين يعني تتكرر رؤيتهم مع رؤية الدولة حتى في المستقبل، وبالتالي خرج هذا التشكيل. طب حضرتك بتقول حكومة طوارئ، ماذا تقصد بحكومة طوارئ أستاذ محمد؟ أنا أقصد في مواجهة التحديات، نحن نسابق الزمن للإيجاد، الرئيس يتحرك في كل اتجاه ويقول أنه ليس لديه وقت يعني إلا لمتابعة المشاكل ومعاناة المواطنين والتحديات، احنا محتاجين نسابق الزمن، إذا كنا نتحدث عن وقت استثنائي فالتحديات كبيرة، وبالتالي التحديات تحيط بنا من كل جانب، فأي مسؤول يعني لا يحتمل أيضا أن يقصر أو أن يتوانى عن مهامه، وبالتالي وجدنا منذ اليوم الأول الوزراء يذهبون إلى وزارتهم وينزلون في الشارع، ورأينا تصريحات ملهمة ومهمة ومتفائلة جدا، مثل مثلا التصريح الذي صدر عن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة الذي أسندت له وزارة الصناعة، وتحدث عن دعم فوري للمصانع المتعثرة، مما يؤكد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار توجيهات مهمة، والحكومة تنفذها بحذافيرها. ورأينا جولة لرئيس الوزراء في الشارع أيضا منذ اليوم الأول، وحديثي عن أن أي مسؤول يمكن أن يقصر فيد التغيير موجودة، وبالتالي الجميع يعمل وفق رؤية وطنية ووفق توجيهات القيادة السياسية، لأننا بالفعل لا نحتمل المزيد من التأخير. طيب، يعني هذا التنسيق ما بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة الجديدة، كيف سينعكس على أداء المواطنين أو الحالة المعيشية للمواطنين في الشارع المصري؟ نتحدث بكل صراحة أن هناك تفاؤل، لكنه أيضا تفاؤل حذر، يعني لا يمكن أن نحكم على هذه الحكومة إلا عندما نجد النتائج، لكن المقدمات تؤكد أن هذه الحكومة ستنجح، وبالفعل الرئيس لن يتجاوز عن أي ثواني أو أي تقصير من أي مسؤول، وشفنا ده في كل الحركة اللي تمت حتى على مستوى المحافظين والنواب الوزراء والنواب المحافظين، وبالتالي احنا امام حكومه لديها تحديات لكنها قادره على مواجهه هذه التحديات، ولو نظرنا للمسؤولين الذين استمروا في الحكومه لديهم انجازات حقيقيه على الارض في الوزاره، وبالتالي القادم كله، ونحن نعول على الشباب، وانا كنت شايف تقرير بتعرضوه عن الشباب والمراه، هناك تمثيل للشباب والمرأة، تمثيل حقيقي وتمثيل فاعل، وبالتالي الدولة تعول على هؤلاء جميعا. وشفنا التصريحات حتى اللي خرجت على موضوع أزمة الكهرباء، وكلها تصريحات تبشر أن هذه الحكومة ستلبي يعني تطلعات المواطنين إلى حد كبير. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي محمد الجالي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.